السلام عليكم. هادي توسات في 2014 وحدة كانت متنقبة و ما على باليش الا خبطوها الجنون ديالها ولا جايها جاوها سيادها كفرت أعوذ بالله. استقبلتها هذيك ديال النهار تي في ريهام سعيد، فاش قالت لها انت مش محجبه صح؟ لا انا مش محجبه. انت حاطه ده بس عشان. انا حاطه ده عشان انا متعمده طبعا اخفي اسمي واخفي شخصيتي خوفا على حياتي، مش عايزه اتقتل زي فرج فوده، وطبعا مراعاه لشعور اسرتي متدينه جدا جدا، وطبعا مش عايزه اجرح شعورهم لما بتكلم في حاجات خاصه بالاديان بيزعلوا، فانا مراعاه لشعور اسرتي. مصر كلها تزعل برضه دلوقتي. مصر كلها بالعكس، انا جايه مخصوص عشان مصلحه مصر. انا مش ملحده. لكن بتقولي ان مفيش قران كريم. انا بقول محمد كتب القران. بقول كده، بقول محمد الف القران اللي هو مش بس محمد، ده كل الكتب. أيوة سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. انت مش مؤمنه ان هو رسول؟ لا انا مؤمنه انه عبقري ومصلح وفيلسوف وقائد عسكري وانسان عظيم جدا، بس هو اللي الف القران، ومفيش حاجه اسمها وحي ومفيش جبريل. دي اهم نقطه انا جايه اقولها النهارده، مفيش جبريل. لكن مش رسول الله. ما انا بقول لحضرتك هو مفيش حاجه اسمها وحي، مفيش حاجه اسمها. ما كانش وحي، بقول لك يعني لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش رسول الله. لا مش رسول طبعا، ما هو بدل مفيش وحي ومفيش جبريل اكيد هو مش رسول، يعني ده طبيعي. لان قررتي منين ان نعم؟ قررتي منين ان مفيش جبريل؟ مفيش. هو مين اللي جايب؟ مين اللي هو المفروض؟ مين المفروض بينقل كلام ربنا للبشر؟ جبريل. فإذا كان جبريل هو أسطورة يبقى إذن مفيش. قررت منين إنه أسطورة؟ إن هو مفيش دليل علمي على وجود جبريل. أنا بقول إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. ماشي. وبؤمن بكل كلمة وكل حرف وكل حاجة في الكتاب. لا خلاص، بس أنتِ مختلفة. أنا لو مختلفة في إيه؟ أقول لك مختلفة في إيه؟ الفرق بين الإسلاميين وبين ريهام إن الإسلاميين عايزين يطبقوا تفاصيل. انا عايزه اطبق تفاصيل شرع الله، لكن انا مش مع ان احنا نقتل اللي مش عايز يطبق تفاصيل شرع الله. لا بس هي التفاصيل. انا اتمنى ان احنا عادي يبقى شرع الله مطبق في كل حته، والخمره تتمنع والكبريات تقفل والناس عادي. انا مسلمه فلازم اطبق شرع الله. يعني انت موافقه ان ايد السارق تتقتل تتقطع؟ طبعا موافقه. طبعا لا، الحقيقه دي حاجه غير. ايد السرقه تتقطع والزانيه تترجم وطبعا. لا 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 ده كلام. طبعا موافقه، لان لو حصل، لو احنا طبقنا الدين في كل حاجه في الدنيا لا مش هيحصل حاجه. لا ازاي؟ انت ليه بتدافعي عن الاساطير؟ ليه بتدافعي عن الاساطير؟ لا انا ما بدافعش عن الاساطير. لا جبريل عليها اسطوره. من حقك تقولي رايك، لكن مش من حقك تقولي عليها اسطوره. اسطوره ده رايك. اسطوره ده رايك. انت مش مؤمنه ان في الله بجد؟ لا مؤمنه. ما تقعديش تدعي له. لا لا ما بدعيلوش، لان ربنا ما بيستجيبش. ازاي مؤمنه بوجوده وهو مش بتدعيلوش؟ لا لانه ما بيستجيبش، ربنا ما بيستجيبش. ازاي يعني؟ هو كده. مش عارفك يعني. انا دعيت كتير وما استجابش. عشان مش هستجيب طول ما انت بتفكري كده. لا ايام ما كنت منقبه وسلفيه ما كانش بيستجيب. ما اكيد قلبك ما كانش طاهر. لا قلبي كان ممتاز. طب انا بالنسبه لي انا بيستجيب لي جدا. يبقى ايه؟ لا هو ما بيستجبش، ده هي مجرد هي بتصدف ان اللي انا بطلبه بيجي بالظبط. لا بتصدف، وساعات يجي وساعات ما يجيش. مش معقول 100% من اللي بتطلبيه. لا انا كل اللي بطلبه بيجي. يعني لو طلبتي 1,000,000 جنيه اكيد مش هيجوا لك. يعني بيقولي والله. لا مش بيجوا. والله العظيم بيجوا، اقسم بالله العظيم بقول. وانت اللي بتتكلمي عن جهل مش الناس اللي لا والله جهل. انت اللي جهله. انا اللي جهله. طبعا شكرا. ما انت بتقولي انا جهله زي مصر كلها والوطن العربي كله. وفخور اذا كنت بقول ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول. انا فخورا ان يكون جهله. ما يصح. وهتبتدي اشتغلي حرمناش وسيدنا. اعتذري. اطلعي بره. ايه؟ اطلعي بره. فكي المايك بره. فكي المايك بره. وطي صوتك. انا بقول لك فكي المايك بره. ما يصحش تتكلمي بالطريقه دي مع الدكتوره نهى. فكي اتقدمي مع الدكتوره نهى. فكي المايك بره. اتقدمي مع الدكتوره نهى. اسطوره برضو. اتقدمي مع الدكتوره. طب فكي المايك بره. يلا خدوها بره يا جماعه. اتفضلي.
انا اسفه اني جيت كلمت واحده زي انا اللي ضيعت وقتي مع واحده مجنونه. بون باسكو شفت انا نشوف لا فيديو هنا يقول لك حقيقة تمثيلية الملحدة. بون غوسو مودو هادي ماشي مجنونة ولا كانت في دين النور ولات في دين الظلم ويا ويلها من عذاب من عذاب من عذاب القبر ويا ويلها من عداء من النار اللي راح تروح لها. باسكو واحد كما يقول لك الكفار عجبت ربي وراهم يدخلوا الاسلام ودوك المسلمين على باليش كيفاش راهم يخرجوا من الاسلام. بون هذه دقيقه دوك ندير لكم معاها اللي دخلوا الاسلام ولو ينشروا في الدعوه الاسلاميه يعني كما يقول لك ما شاء الله وراه يا رب انت جينا الحق. تفتخر منظمات ودول جهدها الكبير من أجل تشويه صورة الإسلام ووصمه بالإرهاب. يعمل عدد من الأشخاص ذوي أصول غربية من أجل نصرة هذا الدين الذي لم يولد عليه. أولئك هم الدعاة الغربيون والأفارقة الذين اعتنقوا الإسلام ثم جندوا جهدهم لدعوة أبناء وطنهم لهذا الدين، أو على الأقل إظهار الصورة الحقيقية لأهله. في هذا التقرير سنعرض لكم أشخاصا كانوا في الأصل غير مسلمين ثم بفضل الله أسلموا وأصبحوا دعاة لهذا الدين. صلاح الدين بير فوجل أبو حمزة الألماني. بدأ الفتى الألماني رحلة البحث عن الحقيقة في 14 من عمره. أخذ يسأل عن الإسلام وقرأ القرآن كاملا فانبهر من صفات الله العظيمة، وسرعان ما بدأ بير يدخل المسجد ويصلي صلاة المسلمين ويقرأ القرآن دون أن يدخل في الإسلام. وذات مرة وبينما كان في المسجد لأداء صلاة الجمعة سأله إمام المسجد المغربي بعد أن وجد ملامحه أوروبية: هل أنت المسلم الوحيد في أسرتك؟ فقال له: نعم. ورفع يديه وقال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان ذلك عام 2001 أي في عمر 13، ومن وقتها غير اسمه إلى أبي حمزة الألماني. في عام 2006 أخذ أبو حمزة على عاتقه تعريف أبناء جلدته بالإسلام، فبدأ بإلقاء محاضرات ودروس عن الدين الحنيف ليصبح بعد ذلك أهم داعية إسلامي في ألمانيا ومن بين القلائل في أوروبا كلها الذين هدى الله على أيديهم أعدادا كبيرة إلى الإسلام. وقد أسلم على يدي أبي حمزة في محاضرة واحدة 1000 ألماني، وفي كل محاضرة يسلم على يديه العشرات حتى لقب بفاتح ألمانيا. يوسف استس. من مبشر ومنصر وقسيس أمريكي، تحول يوسف استس إلى الإسلام عام 1991 مع عائلته، وذلك بعد تعامله مع مسلم مصري اسمه محمد عبد الرحمن. كان اسمه قبل إسلامه جوزيف إدوارد إستس أو جوزيف إستس. ولد في الولايات المتحدة ونشأ في أسرة مسيحية وأصبح قسيسا. حصل على شهادة ماجستير في الفنون سنة 1974 وشهادة الدكتوراه في علم اللاهوت. أخذ يوسف إستس يتعلم العربية والدراسات الإسلامية ثم أخذ يعمل في مجال الدعوة في الولايات المتحدة، وله أشرطة ومحاضرات بالإنجليزية. يمضي الشيخ أغلب وقته في الدعوة إلى الله وتعليم الناس، ويحرص على ألا يضيع الوقت إلا في الدعوة أو الحديث النافع أو عمل خير. أسلم على يد الشيخ يوسف الآلاف من الناس حتى أنه لم يعد يتذكر عددهم بالضبط. ففي إحدى محاضراته في ألمانيا أسلم جميع من في القاعة وعددهم 1250 شخصا. وقال يوسف: قصتي مع الإسلام
ليست قصة أحد إهداني مصحفا أو كتبا إسلامية وقرأتها ودخلت الإسلام فحسب، بل كنت عدوا للإسلام فيما مضى ولم أتوانى عن نشر النصرانية. وعندما قابلت ذلك الشخص الذي دعاني للإسلام فإنني كنت حريصا على إدخاله في النصرانية وليس العكس. يشوع إيفانس يعد من أذكى الأمريكان الذين اعتنقوا الإسلام، فهو متخصص في علم النفس، محب ومكثر وسريع القراءة. ينحدر يشوع إيفانس من عائلة ميثودية محافظة وصارمة، فقد كان على الأسرة أن تذهب إلى الكنيسة كل يوم أحد، وكان عليه أن يحضر مدرسة الأحد والدورات التثقيفية للشباب المسيحي. انبهر يشوع إيفانس بموقف الإسلام من توبة الإنسان، وكذلك في وصفه للرسل بأجمل وأكمل الأوصاف البشرية، ثم كيف قرأ نصف القرآن في ليلة واحدة ليقف بتمعن عند قصص الأنبياء وإجلال القرآن لهم، وكيف وصف القرآن طهر مريم عليها السلام وشهادة ابنها عيسى عليه السلام بذلك وهو في المهد، حيث وصف تلك الليلة بأنها أجمل ليلة في حياته، ليقرر بعدها أن هذا هو الكتاب الذي كان يبحث عنه طوال حياته. ويذكر بعد ذلك أنه أنهى قراءة كامل القرآن بالتفصيل في 3 أيام، ليعلن بعدها الشهادة ويجند نفسه للدعوة للإسلام، وكيف أنه يبكي حزنا على وضع الملايين الحائرين من أمثاله سابقا، ويحث جميع المسلمين أن يوصلوا النور الذي لديهم للعالمين. جيريم لير كان من المبشرين النشطين جدا في الدعوة النصرانية، وهو أيضا من الذين يمتلكون علما غزيرا بالكتاب المقدس، وكان يحب الرياضيات بشكل كبير، لذلك كان يحب المنطقة أو التسلسل المنطقي للأمور. في أحد الأيام أراد أن يقرأ القرآن بقصد أن يجد فيه بعض الأخطاء التي تعزز موقفه عند دعوته المسلمين للدين النصراني. كان يتوقع أن يجد القرآن كتابا قديما مكتوبا منذ 14 قرنا يتكلم عن الصحراء وما إلى ذلك، لكنه دهش لما وجده فيه، واكتشف أن هذا الكتاب يحتوي على أشياء لا توجد في أي كتاب آخر في العالم. اعتنق الدكتور ميلر الإسلام عام 1977، ومن بعدها بدأ يلقي المحاضرات في أنحاء العالم، وكان له الكثير من المناظرات مع رجال الدين النصارى. قام الدكتور غاري ميلر بكتابة الكثير من المؤلفات عن الإسلام، مثل القرآن المذهل، الفرق بين القرآن والكتاب المقدس، نظرة إسلامية لأساليب المبشرين. يوسف إسلام ولد كيت ستيفنز عام 1947 بلندن في بيت مسيحي متعدد المذاهب. كان أبوه يوناني أرثوذكسيا بينما والدته سويدية كاثوليكية. بدأ حياته في الغناء، ووصلت إحدى أغنياته ضمن أفضل 10 أغنيات في بريطانيا آنذاك. ومع ذلك كان الصراع مع الحقيقة يحاصر يوسف حتى دفعه إلى اعتناق عدة ديانات ومعتقدات. في نهاية المطاف هداه الله تعالى إلى الإسلام وحسن إسلامه وغير اسمه إلى يوسف إسلام. أسس المدرسة الابتدائية الإسلامية ثم المدرسة الثانوية الإسلامية للبنين والبنات في شمال لندن، وهما أول مدرستين إسلاميتين بريطانيتين. هو الآن أكثر الدعاة على مستوى العالم نشاطا وقوة وتفاؤلا واستعدادا للعمل، مع أسلوب بارع ودعابة لذيذة وحجة حاضرة يخاطب بها عقول القوم، فلا يكادون يخرجون إلا وقد اهتزت قلوبهم وتغيرت مفاهيمهم. ويكثر الشيخ يوسف الترحال في الدعوة إلى الله عز وجل، يركب الطائرة مرة كل أسبوع متوجها ذات اليمين وذات الشمال في رحلات إلى سائر الولايات، وربما كانت تبعد 5 أو 6 ساعات عن مقر سكنه قرب واشنطن. علي كريسا بسبب إزار وقميص من الداعية الأوغندي عبد الله حسين له، أصبح طفل في 10 من العمر بعد 10 سنوات أحد أهم الدعاة في كينيا. إنه الداعية الشيخ علي كريسا، مدير المركز الإسلامي في جنوب ساحل كينيا، الذي يشرف على دعوة غير المسلمين ولا سيما من الوثنيين، والذي أسلم على يديه 32,000 من الوثنيين في غابات وأحراش إفريقيا. الآن يعتبر الشيخ كريسا أحد قلائل يمتلكون الخبرة والمنهج اللازمين للحركة وسط الوثنيين،
وأحد الأدلاء الذين يوجهون مسار وطريق الدعاة من غير الأفارقة الراغبين في التحرك برسالة الإسلام داخل تلك الغابات والأحراش الخطيرة بكينيا. يؤكد الشيخ كريسا أنه وإخوانه من الدعاة الذين يجوبون الغابات يتحركون بإمكانيات محدودة، وأنهم ضد فكرة الإغواء بالمال أو استغلال حاجة الفقراء لإقناعهم باعتناق الإسلام، ومع ذلك لا يتوانون عن الخدمة العامة ومساعدة الأيتام والأرامل. شعارهم في ذلك قولوا حسنا وافعلوا الخير على حد تعبيره. وفي الأخير لا تنسى الإعجاب بالفيديو. شتو لا ديفيرونس بين واحد اللي يكون مسلم ويخرج وهادو ما دخلوا على يديهم ألوف للدين النور للإسلام؟ أنا نقولها هادو يدخلوا قبل منا الجنة، باسكو هادو ما كي يدخلوا الإسلام يسمى كيما يقول لك ما كاش نفاق. إسلام إسلام إسلام، دين دين، صلاة، حسنات، يديروا كل شيء كلش مطابق للحياة الإسلامية تاع واحد إسلامي. كما يقول لك ما يهضروا في الناس، ما يقطعوا في الناس، ينشروا الدعوة من جهة لجهة. وحنا اللي مسلمين، وهذه للأسف، واحد كي بار اكزامبل داعية يهضر على الإسلام وعلى الدين، وكان ناس يحبوا ينشروا واش هو يقول، اسمعوا مليح، ما يسمح لهمش، باسكو واش يهموه الدراهم الفلوس. بصح هادوما كي تنشر واش هم يقولوا ولا توري لا فيديو تاعهم كومبلي، ما على بالهمش، يقول لك مانيش دايرها، ما يسحقش دراهم، انشر. سبوسا اللي قلت لكم هادو ما يدخلوا الجنة، باسكو احنا مسلمين. بصح الحمد لله احنا مسلمين، بصح وني دي بوكريت. مثلا الحكومة الجزائرية زعما مسلمين، قتالين، سراقين، نهبوا البلاد، العجازة ما عندهمش وين يرقدوا، دراري الصغار ما كان، يعني كارثة. واحد يقول كارثة، المغرب العربي كاع، مانيش نقول غير الجزائر، المغرب العربي، المسلمين بصفة خاصة كاع. درت لكم فيديو تاع السعوديين اللي كانوا يشطحوا، الرجال مدورين والنساء في الوسط يشطحوا، الله يهدي. يعني من بلاد كانوا محافظين رجعت اكثر من العلمانية امو ما يدوروش عليهم رجال وهم يشطحوا. نورمال تلبس نورمال تخرج نورمال شعرها ما كاش كان يلبس حجاب اللي ما يلبس حجاب، الواحد وهو حر في تصرفاته. بصح هادو لا هادو تاع دين ماشي تاع نميمه. هذاك الالماني هذاك كي جا هنا للانجليز، الله يعلم، عندي لا فيديو تاعو مازالها عندي. عندنا واحد البلاصه هنايا يهضروا فيها واش يحبوا، واحد ما يقدر يدخل روحه، واحد ما يقدر يديهم، يا لو كان يكفروا ويسبوا الغوفرنمون ويقولوا نقتلوا ولا يقولوا كذا ولا يقولوا كذا، واحد ما يقدر. هذاك واحد
واحد البلاصه هكذا جايه في هايت بارك. هذيك البلاصه تهضر واش تحب، واحد ما يقول لك علاش راك تقول هكذايا. يجوا الدعاة، يجوا تاع تاع نيجيريا، هذوك الكفار، كل واحد وكل واحد واش حب يقول. هذا كي راح قال لهم نقول لكم دور عليه الناس بزاف، باسكو كومام بلون باللحيه هكذا روج شويه، دور عليه الناس بزاف. قال لهم ماسكوا على بالكم باللي اولادكم كي يزادوا مسلمين. قالوا له كيفاش، حنا اون دي كاثوليك ولا اورثودوكس ولا ولادنا يزادوا مسلمين؟ ما كاش منها. قال لهم دوك نعطيكم البيان، بين لهم باللي الدراري الصغار كي يزادوا مسلمين، حتى البلوغ وهما مسلمين. يسمى قبل ما مع البلوغ الولد يقعد مسلم، باسكو واش تمدلو يماه ياكل، واش يمدلو باباه ياكل. بصح كيما هو بدا 13 سنة، وهو كي كان في عمره 13 سنة بدا يقرا في القرآن ويحب يفهم. وان شاء الله كما يقول لك بربي ان شاء الله يزيدوا يدخلوا اكثر من هاد الالاف اللي دخلوهم لدين الاسلام. وان شاء الله الصهاينة هادوما اللي دخلوا، هادوما اللي يحروا فلسطين، ماشي المسلمين تاع اللي زادوا مسلمين، باسكو اللي زادوا مسلمين ما يديروا والو. شوفوا غير تاع السعودية حديث قياس.